للوقوف عند استمرار أزمة المغيبين رغم زيارة المدعي العام في الجنائية الدولية كريم أحمد خان لبغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. بالبداية، أصدرتم في مرصد أفاد بيانا أدنتم فيه انتقائية إجراءات الحكومة في العراق في التعامل مع ملف المغيبين قسريا، ولكن أستاذ حسين، بما تفسرون موقف الحكومة رغم دخول مأساتهم وذويهم عامها التاسع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة، تحياتي للرافدين وجمهورها الكريم. أول ما نبدأ به التذكير بأن اللجنة التي دعا لها رئيس الحكومة العراقية محمد الشاع السوداني كانت في 17/11/2022، أي قبل أكثر من عام وعشرة أيام منذ الدعوة لأهالي المغيبين والمختطفين في العراق لإرسال إثباتاتهم إلى السلطات الأمنية العراقية حول ما يقال عن وجود متهمين أو جهات متهمة بخطف أبنائهم وتغييبهم. الكلام طبعا كان عن ما بعد 2003، لكن الحديث الآن ينصب على ما بعد 2014. اليوم الحكومة العراقية تستضيف كريم خان رئيس اللجنة الدولية لموضوع المغيبين، والمحكمة الجنائية المفروض مختصة بهذا الملف استقبلته، لا رئيس الوزراء ولا هو نفسه كريم خان تحدث عن هذا الموضوع، وكأن المشكلة الوحيدة في العراق هو الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، وكأن العراق وهذه عشرات الآلاف من المغيبين والمختطفين والقتلى والمفقودين والجثث التي ما تزال تحت الأنقاض في مدينة الموصل بالآلاف، لم تأتي الحكومة العراقية ولا الممثل الدولي كريم خان على ذكرها. هذا يفسر أن الحكومة العراقية لا تبالي بهذا الملف لأنه يمس شريحة لا تضعها الحكومة العراقية ضمن أولوياتها. وبكل صراحة، المكون السني اللي يعاني من الإقصاء والتهميش ليس في هذه الأيام بل منذ 2003، وكل الحكومات العراقية المتعاقبة من الجعفري إلى المالكي إلى حيدر العبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي وصولا إلى محمد الشاع السوداني، نفس الجرة، نفس الاسطوانات، نفس الأساليب المتبعة. الإشكالية بعد 2014 أن هذه الجهات الحكومية بل بتواطؤ دولي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على رأس المتواطئين والمتخاذلين عن إبراز حقائق ملف حقوق الإنسان والانتهاكات الواسعة في هذا الملف، كلهم يتآمرون ويتخاذلون ولا يرون إلا بعين واحدة تجاه نوع معين ومسار معين في هذه الجرائم. الحكومة كما استفت منذ أكثر من عام دعا رئيس الحكومة لتشكيل هذه اللجنة، لكن لم تشكل هذه اللجنة فعليا إلا قبل شهر ونصف، وأنا هنا أتكلم عن معلومة من أحد المقربين لأحد أعضاء هذه اللجنة، أبلغني اليوم بعد إصدار تقرير مرصد أفاد قبل يومين بأن هذه اللجنة معطلة. رئيس أو عفوا محافظ نينوى راكان الجبوري أصدر تصريحا ومؤتمرا صحفيا قبل أكثر من أسبوعين تحدث فيه عن هذه اللجنة. الملاحظ طبعا في هذه اللجنة أنها مكونة من محافظ كركوك، من أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، سعيد الجياشي مستشار رئيس الوزراء، وعضو رابع هو يتبع مستشارية الأمن القومي برئاسة قاسم العرجي. هذه اللجنة لم تجتمع إلى الآن ولا اجتماع واحد، تم تشكيلها ثم تم تجميدها، وهي مكلفة بالنظر في موضوع المختطفين والمغيبين في محافظة كركوك. أغلب المختطفين طبعا وهذا لا يخفى على الكثير هم من العرب السنة في محافظة كركوك، والمتهم الرئيسي هم البيشمركة الكردية التي كانت تتبع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه حاليا بافل الطلباني. وعندما كانت السلطات أو عندما كان الممثلون الأكراد يحكمون سيطرتهم على محافظة كركوك منذ 2003 وطبعا بعد 2014، هذه السلطة تخلخلت بعد تدخل حكومة بغداد وسيطرتها على محافظة كركوك، وخروج والهروب المحافظ نجم كريم
الذي كان ضليعا بل متهما بالتستر على كثير من عمليات الاختطاف والتغييب لنحو 4000 شخص كما أبلغنا شخصيات وناشطين في هذا الملف في محافظة كركوك. أستاذ حسين، كريم أحمد خان بحث ملف المغيبين ولكن دون مغيبي المحافظات المنكوبة، هل نفسر ذلك أن كريم أحمد خان سعى إلى ترضيات سياسية؟ طبعا كريم أحمد خان للعلم هذا الشخصية مثيرة للجدل، كان قبل أسبوعين في الحدود المصرية مع الفلسطينية عند معبر رفح ولم يتكلم بأي كلمة عن جرائم إسرائيل التي أودت لحد الآن بمقتل واستشهاد 20,000 شخص في غزة، ولم يتناولها بأي كلمة، وكل الأدلة والبراهين شاخصة، فما بالك بالحديث عن العراق لهذا الجرح المحتقين. وكل يعلم أن الحكومة العراقية تتصرف مع الممثلين الأمميين أو التابعين المجلس الأمن أو المنظمات الدولية بعين الاستصغار أو بعين الرشا. كثير من المندوبين التابعين للمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية يتلقون رشا من الحكومة العراقية مقابل سكوتهم عن ملفات معينة، ويتحدثون بأشياء معينة وفق سياقات متفق عليها مسبقا. وهذا ملاحظ ليس فقط كريم أحمد خان بل كثير، حتى ممثلي الأمم المتحدة، حتى جنيب لاسخات وقبلها من المندوبين، نراهم لا يتكلمون إلا بنقاط معينة محددة. الحكومة العراقية كما يعرف الجميع متسترة منذ سنوات على اختفاء أكثر من تقريبا 30,000 شخص منذ 2014-15-16-17 في محافظات الأنبار شمال بابل. طبعا شمال بابل نعرف جرف الصخر هجر منها أكثر من 100,000 شخص، والمئات غيبوا وفقدوا منذ ذلك التهجير. في محافظة ديالى هناك مئات، صلاح الدين، الموصل اللي هي أشد المناطق منكوبة هناك آلاف الأشخاص مفقودين. نعم. لا تتكلم عنها المنظمات الدولية، والحكومة العراقية تتجاهل هذه الملف بشكل واضح. هذه اللجنة التي خصصت فقط لكركوك واضح أنها تسير وفق عقلية انتقائية، لأن المتهم في هذه المحافظة هم الجهات الكردية، بينما بقية المحافظات الخمسة تتهم فيها فصائل وميليشيات تابعة للحشد الحكومي الحشد الشعبي، وهي مؤسسة حكومية أمنية تحظى بدعم محمد الشاع السوداني الذي تم اختياره بناء على اختيار الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي كما يعرف الحشد الشعبي ركن أساسي فيه. عبر سكاي من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي، شكرا جزيلا لكم.